تحياتي تحية سلطعونية وأزول أزول ولن نزول. مهم هذا الفيديو هذا دايرو بخصوص يعني التلميذ اللي تعتقل في مكناس سميتو أيوب محفوظ. أوكي أيوب محفوظ تعتقل أنه أخذ واحد طرف من أغنيات عاش الشاب وحطوه في الفيسبوك غير بالضحك فهمتيني مع أصحابه فتعقلوا المخزن وسجنوا 3 سنين ضربوه 3 سنين. وكما كما بزاف ديال الناس يقلبوا على التدوينه تما راه ما يلقاوهاش ولكن التدوينه المهم وصلت ليها انايا وغير نوريكم يعني شنو جا في التدوينه وعلاش واش هذيك يعني وقالها غير تصاب الضحك يعني واش فعلا تستحق الاعتقال ام لا وفينا هي حريه التعبير في هذيك البلاد. هذا هو السؤال الصراحه اللي خصو يتطرح وقد عندنا حرية التعبير الأول. المهم كي تشوفوا معايا دابا في الشاشة يعني تنسجل هاد الشيء هذا وغادي تشوفوا يعني هاد التدوينة ديال سميتو السي محمد الخامس ويسلان معرفتش اسم سميتو يعني. المهم ها هو كما تشوفوا التدوينة تيقول التدوينة هي نفس الهضرة اللي كان قال يعني الآخر شي يسميوه الود القرية ودارها بالضحك مع صحابه فتم يعني اعتقاله فهمتيني فتم يعني اعتقاله يعني بسميتو شنقولك يعني والله لا يعني امر غريب. ها هو 3 نوفمبر قبل الاعتقال فاش كان في الملعب كما قال الاب ديالو لان اعتقلوه من تما تنظن كما جيت تشوفوا هنايا هايد راه الهضره اللي قال ولد الكري هي اللي دار بحال تقول كوبي كولي دار كوبي كولي لواحد الاغنيه فتم اعتقاله وضربوا 3 سنين ديال الحبس. علاش انجيب لهاد الشيء هذا؟ اولا لان تزاد الضغط على الدوله فهمتيني ما بغاتش باغا ما بقاش باغا يعني الناس اللي ينتقدوها ولا شي حاجه ولات باغا على اي شيء اللي يعيشوا معاه. المهم ثاني حاجه اللي اعتقلوا هو محمد السادس. محمد السادس اصبح يعتقل القاصرين. علاش اعتقلوا محمد السادس؟ وغادي نجيب لكم هذا الشيء هذا بالفيديو بهضره ديال الملك. الملك تيقول انا اعتقل الدراري الصغار فهمتيني. المهم نجيب لكم فيديو فيديو بالحجه وكذا تيقول هاد الهضره. الملك تيقول هاد الهضره يعني بلا ما نكذب عليكم ما والو هاديك الهضره ديالي غريبه وقيل. علاش؟ اولا فاش خرج سميتو اخنوش قال لكم المغاربه اللي سميتها نعاودو لهم الترابي يعني بحال هادو فهمتي راه ما يعاودوش الترابي للمشرمين هذوك اللي تيشرملوا البنات والشمكاره اللي تيكريسيو البنات وتيضربوهم هنا وهنا فهمتيني وتيشفروهم ما يعاودوش لهذو الترابي. هادو حتى لا تشدو تيدفعو عفو والملك تيعفو عليهم وتيخرجو عاوتاني فهمتيني. الملك بغى الناس اللي تيتاجروا المخدرات في ديك البلاد بغى الناس اللي تيكريسي والشمكاره بغى الشعب من الهامش والقاطع باش يحكم فيه كيف ما بغى ويدير فيه كيف ما بغى. المشكل هو هذا حتى الظروف ديال الاعتقال ديالو جاتني غريبه لان الام ديالو تقول بان تصوروا معايا جاو البوليس للدار سيفيل مخابرات حمير ديال الملك هاد الكلاب ديال الدولة تنسميوهم دولة القانون دولة القانون الغباوي هادو جاو و طقو في الدار طلعت عليهم مت هاد النبي هاد أيوب محفوظ قال لها واش كاين أيوب في الدار قلت لهم لا قلت لهم شكون نتوما قالوا لها حنا صحابو. شوف دابا هاد الحمير الكذوب الكذوب في كل شيء تحرامية ولكن الأم ديالو تتشوف الناس شارفة واحد شارف دين أمه شابه تصار فايق من عند الشاف ديالو ضاربه في دين امو الشمس دين امو قلق فهمتي غير الكارو دين امو ما تيغسل حتى سنانو فهمتيني قتلو غير الكارو ركابي ما سميه دير بحال شي واحد في عمرو تلقاه فهمتيني عنده 30 عام ولكن في عمرو تيبان بحال عنده شي 60 عام داير هذيك ها بوليسي هذا فهمتي. المهم هذا وقال لهم قال لك سميتو قال له وين الام تتشوف هاد السيد هذا الشارف كيفاش الولده يمشي مع الشراف ولده باقي قصير راك باش تشوف التصويره يعني باقي قصير
شفت الحراميات كيفاش داير. الاب ديالو حتى هو راه دوز 34 عام في الصحراء، كان يعني تيجي كيما جا في الفيديو، تيجي خلال يعني التصريح اللي كان تيجي يما 15 يوم 3 سيمانات سيمانه وتيمشي. يعني حتى هو هاد ايوب محفوظ ما خداش يعني واحد ما عاش مع با بزاف، لان با كان جندي، كان ديما في الصحراء، كان ديما يعني مرابط تما قدام الحدود. والبا ضحى وبسبب التدوين هادي لعب الضحك تم اعتقاله. شي الدوله فين وصلنا؟ هادي هي الدوله ديال القانون، هذا هو. ما يجيش شي عياش يبقى يخطب عليه. ثانيا الملك تيد اولي اعتقل القاصرين، علاش؟ لانه كثروا عليه، لان سميتو سميتو الاحصائيه تقول بان 25 مليون مغربي، ما بين يعني النسبه ديال سكان المغرب 25 مليون مغربي تيتكونوا، ولا 21 مليون مغربي تيتكونوا ما بين سن 15 25 عام، وهادو هما اللي تيستعملوا الفيسبوك بزاف. فهمتي؟ فيهم واحد فيهم واحد واحد العدد كبير اللي هو ضد النظام وضد السياسه الدوله، الا ما قديتش نقول يعني الاغلبيه. وهادو هادو تيشكلوا خطر على الحكم الديكتاتوري ديال الملك محمد السادس. فهمتي؟ لذلك وفاش خرجت اغنيه على الشعب اللي دارت واحد الاستفتاء على الشرعيه الملكيه في المغرب، فهمتي؟ الناس عجبهم التراك، وعجبهم حتى التراك ديال ولد القريه اللي انتقد فيه الملك، وانتقد فيه يعني المقدسات وديك التوابيت ديال التخربقوجيه ديال المخزن وديال الملك وديال العلويين. المهم السيد حس، فهمتي؟ الملك حس بالسخونيه، دخل مع الصعد اواه، لان التقارير تتوصلوا، لان هو اللي يتحكم في المخابرات سواء ديستي ولا حتى لاجي ديال الخارج. هادو تيتمشاو فهمتي، تياخذوا الامر ديالهم، الاوردر ديالهم تياخذوه من عند الملك مباشره، ما عند حتى شي واحد. وثاني حاجه وثالث حاجه هو انه دابا يبدا يعتقل القاصرين باش يخوف القاصرين الاخرين. كما شفنا في فيديو، كما شفنا في فيديو ديال الام ديالو تتبكي في هذاك الفيديو اللي عطاتهم التصريح، عطاتو الموقع لكم، تتبكي وتتقول جات الملك تنطالبو الله ينصرو ويعفو على ولدي والدي. وهما بغاو هكا يبداو يشوف، بغاو الناس الاخرين والديهم يبقاو يشوفوا هاد الصوره هادي ديالها، على ما حضيتوش ولادكم وروضتوهم كما قال خونا هذاك الحيوان ديال اخنوش، نعاودو نعاودو لهم التربيه. فهمتي؟ عاودو لهم التربيه في هاد الشيء هذا. ولكن الشمكاره راه ما يعاودو لهم التربيه، هو راه الشمكار تيخرج حلوف، تيدخل هكا الحبس يخرج حلوف، وتيخرج كريسي في عباد الله عاوتاني، وتيدخل والملك تيخرجو بعفو ملك. دابا شنو؟ واش الملك عدو الشعب؟ واش مع الشعب ولا ضد الشعب؟ خصنا المهم خصنا نخدمو شويه العقل. هانتوما يبان ليكم نتوما حكمو. المهم علاش قلت لكم انا علاش حتى ديك يعني الحمله ديال الاعتقالات اللي بدات ابتداء من مول كاسكيطا ومحمد بوتوح وهذاك الريزو نسيت على سميتو، بزاف ديال النشطاء. علاش؟ لان المغرب كان تيتسنى واحد التقرير غادي يخرج من عند اش يقولوا لهم هيومن رايتس كوميتي، فهمتيني، في اليونايتد نيشن. خرجت واحد سميتو واحد التقرير، ما عرفتش شحال ديال الفلوس عطا محمد السادس على التقرير هذا باش تقول بان المغرب قال لك ما بقاش فيه التعذيب، و تيكذبوا قال لك تيحترموا شويه ديال القوانين والقواعد، و هذا الشيء كذوب. حنا ما عارفين الزفزافي اغتصبوا السجناء بزاف، والمعتقلين ديال الريف تغتصبوا بزاف ديال المعتقلين، تعذبوا لداخل سواء النشطاء من كازا او من الجنوب او من الشمال كيف ما كان، حتى هما تعتقلوا وتغتصبوا وتعذبوا. فهمتي؟ اذا ما عرفتش انا من بعد فاش خرج هذا التقرير هذا محمد السادس موراه بدا بالقمع، فهمتي، لان كان مزير في الاول، ولكن هي تيجي واحد الانفراج تيحطوا الرقم مثلا 19، هو راه جا رقم 19 في هاد الاحصائيه هادي، جا هو رقم 19، يعني عجبو الحال، بحال انه هو فعلا تيامن بانه راه ما عرفش تيامن بانه تيحترم حق الانسان، هو تيكذب على الشعب.
وثاني حاجه علاش قلت لكم، ورابع حاجه ولا خامس حاجه ولا سادس حاجه، علاش قلت لكم الملك هو اللي عطى لوردر؟ ها الدليل علاش الملك هو اللي عطى لوردر، فهمتيني؟ يعني حيت انا في السكرين هنا غادي نوريكم يعني وبالدليل ان الملك هو اللي عطى لوردر باش انه يتعتقلوا الشباب في المغرب، باش يعتقلوا اي واحد ينتقلوا، خصوصا يعني اش تيسميوهم ها هو خطاب ديال با. المهم هنايا باش تعرفوا بان سميتو فهاد الفيديو هذا اللي غادي تشوفوا، غادي تشوفوا الحسن الثاني تيخطب. المهم فاش نسالي هذا الخطاب هذا، فاش يسالي غادي نعرف. عند جميع المشاغبين استعملوا الدراري الصغار وما الاولين زيدوهم في المظاهر. واسيدي انا تنقول لكم دوك العباش راه مشاو للحبس، والدراري خصهم يعرفوا هاد الدراري والطلبه والتلاميذ راه من اجلهم باش غلات المعيشه كذا. وتنقل للدراري الصغار اللي تيسيلوا من الناس لا باقيش يعاودوا يتمازحوا معنا، راه الامر تعطى باش حتى هما يجري عليهم ما يجري على الكبار. كما شفتوا الفيديو الخوت ان حسن الثاني تيهدد هذوك التلاميذ اللي كانوا ضامنوا مع الاساتذه في الاضراب ديال الاساتذه في مراكش مع في سنه 1980 وشي لعيبه، فهمتي؟ وهدد التلاميذ بانهم حتى هما الا ما حشموش ودخلوا سوق راسهم راه يوقع عليهم حتى هما كما وقع للاساتذه، وغادي فهمتي وغادي تنزل عليهم اقصى العقوبات. هادشي هذا تيورثوه علويا ابا عن جد، وفهمتيني واب عن ابن، فهمتيني؟ من اين ذلك الجر ومن ذلك الكلب، فهمتيني؟ يعني بحال الحسن الثاني بحال هاد محمد السادس، يعني هو اللي تي سميتو بالامر ديال الملك محمد السادس، هو اللي تي بالامر ديالو هو اللي تيحاكم القاصرين في المغرب حاليا. وهذا هو الدليل، راه كما شفتوا الحسن الثاني نفس التفكير، راه نفس التفكير ديالو حتى هو، ولكن هو خصو يبقى بعيد ما يهضرش مع هذا، شويه حساس فهمتيني، ما تيخرجش ليه ديريك. راه قلت لي انا شحال هادي، قلت لي حيد هذيك عشا شعبيه العزيز، هي حيدها ودخل في ديمنا طول وعرض وبين لينا ديك الساعه يعني واش عندك شي باقل ولا ما عندكش، ما عندكش ارتاح بلا ما تنافقنا ولا داكشي. تتنافقنا خواف، راه عارف الشعب ناري نوض، كيما راه ناض لك غير 3% اللي كانت ناضت لك شحال هادي في حركه 20 فبراير، ما قديتش تتنفس في الخطاب ديالك. دابا راه عرفتي شنو ناض شي حراك في المغرب، راه ما نقولش لك شحال ينوض، فهمتي؟ راه تعلق تمشي لهذيك بيتزا تولي ساكن تما، ومورا ربما تمشي للسعوديه. المهم تحياتي الخوت والحريه ايوب محفوظ، والحريه لجميع المعتقلين السياسيين، والحريه لذاك الرابور ديال العيون ديال مدينه العيون اللي دار واحد الديسك وتم يعني اعتقاله حتى هو قاصر. راه كيف ما قلت لكم راه بدا ماشي دا ملك ولا شنو، هذا خنونة خارية حازقة ما عرفناش. المهم تحياتي الخوت، ونشوفكم في شي فيديو اخر.